تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلوطايا بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نوع كوكايين وتوقيف جماعة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم وتراوح أعمارهم بين 37 و40 سنة. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير كمية من مادة الكوكايين من إحدى الولايات الشرقية إلى ولاية بسكرة على متن مركبة نوع بيجو 208. على الفور تم وضع تشكيل أمني محكم بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى محاور الطرق المحتمل المرور عليها، وبعد مشاهدة المركبة محل معلومة تم توقيفها وقضاءها على عملية تفتيش، أين تم العثور على كمية معتبرة من الكوكايين تقدر ب 213 غرام وكانت مخبأة ومهموها بإحكام تحت مقود السيارة، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مواصلة لإجراءات التحقيق وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم توقيف المشتبه فيه الثالث، كما أن العملية أسفرت على حجز 213 غرام من مادة الكوكايين، سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي يقدر ب 53 مليون و 300 دينار جزائري، مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 230 أورو، إضافة إلى 4 أختام و9 هواتف نقالة. فور الانتهاء من إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.